السلام عليكم، شخباركم؟ بخير. جينا نتكلم شوية في موضوع الساعة. موضوع الساعة ديال اليوم اللي طلعت هاد الساعة من المحكمة بخصوص سميرة مربوحة. بصراحة هاد سميرة تنشوفها واحد السيدة مناضلة، كنشوفها واحد السيدة مكافحة، كنشوفها أم. بصراحة ما كاينش غير سميرة، كاينين سميرات، كاين فيهم اللي كتحشم، كاين فيهم اللي مغلوب على امرها، وكاين اللي فيهم شجاعة، وكاين اللي فيهم قدرها الله وما بغاتش تتابع المشاكل، وكاين 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 بلا ما نصفو ونقولوا شحال من سميرة كاينه. ولكن كاينين سميرات، كاينين سميرات قبال تظلموا في وقت ديال الظلم، كانوا مخبيين وكان حشومة وعيب وسكتي وما ديريش وسيري وصبري، ورغم ذلك كتخرج وكتهز وليداتها بعد العنف في كل ما مراحل العنف اللفظي والنفسي، وكتهز وليداتها شنو ما قدر عليها الله من ولاد، 3 4 1، كتخرج تخدم عليهم وما عندهاش الإمكانيات لا مادية ولا حتى معنوية من العائلة. بالعكس كتلقى اللي كيضغط عليها وتيقول ليها لا خصك ترجعي لهذاك الراجل، هذاك الراجل سكير ما مزيانش، فاسد، شحيح، بزاف ديال الأنواع ديال الرجال كاينين ماشي كلهم. وكتصبر كتصبر سميرة، أنا غنسميهم كلهم سميرة، وكتربي وكتخرجو ضابط شرطه، ولا كتخرجو دكتور ولا محامي ولا مهندس، والبنت كذلك الا كان انا ربي كيعاونها. علاش خص هاد الرجال، خص هاد المخسورين يعرفوا بالله راه ربي كيعاون المراه الا تظلمات وخرجات وصبرات وسكتات، وحتى الا كاع هضرات من حقها تهضر بحال سميره ديالنا. دابا سميره مربوحه هضرات بغات حقها، انا تنهضر على سميرات اللي هضموا حقهم بنفسهم لانه كانوا ضعاف ضعاف غير باش يواجهوا، اما هما اقوياء. وكي قلنا خرجوا وربي عاونهم وكبروا هاد الدراري وخلفوا ليهم، تيخرج مخسور من المخاسر تيبقى يبكي كيبكي وتيشكي بحال البكا اللي بكى هذا، غير هذا المخسور كيبكي في الاخر، هذا كيبكي في الاول، حيت كل واحد وطريقته، كل واحد والتخطيط ديالو. انا هضروا حنا دابا على جاله نوعين، كيبقى يبكي وتيقول للناس شوفوا حرشت عليا الدراري وشدتهم وهربتهم وخلاتني. علاش؟ حيت وصلوا، صافي وصلوا. وكاينين سميرات اللي غندوي عليهم، ربما غندوي عليهم وغادي يوصلكم الصدق من هذا الشيء اللي غادي ندوي نقولوا لكم. كاينين بعض السميرات اللي سمحوا في كل شيء، عرفوا انه الا تابعوا قانونيا الرجال ديالهم المخاسير ما غيشدوا منهم لا حق لا باطل، غطول معهم المسطره. نتوما عارفين المحكمه ديالنا ديال المغرب، خصوصا ديال المغرب، كطول في الطلاق. شنو كيديروا؟ كيمشيو يديروا طلاق شقاق، كيسمحوا بالجمال وما حمل، اصلا كيعرفوا داك الجمال ما حمل والو غير شواري خاوي، والمخسور تيكون عاجبو راسو تيقولك ما بحالي حتى شي واحد، ما صرفتش عليهم ما درتش لهم. كتنوض هاد سميره وكتجتهد وكتخرج للبلدان وكتخدم، وكتخدم جوج خدمات 3 الخدمات باش كتوفر، وكيعطيها الله من خيره، وكيغطي ليها الله كل هي مصيبة عندها اللي غادي تجيها تمسها وتمس هذوك الدراري من كل شيء، حتى كيكبروا وكتوصلهم وكتزوجهم، ويقدر يسمح فيهم ما يحضرش لزواجهم، ويقدر يقول لهم انا اصلا كنت باغيكم ولكن هي هربت بكم، واذا صح التعبير صح هربت بهم وكبرتهم ووصلتهم، وتقدر باقي ما وصلتش. انا قلت لكم كنهضر على شي حاجة اللي هي موثوقة، ومني كيموت الضمير ديالو كيصحى في واحد الوقيته وكيعرف بلي دوك الدراري وصلوا
وصلوا واحد المرتبة من الدراسة ومن الاعتماد على النفس، ومن وصلوا بأنهم تزوجوا ودخلوا لواحد المرحلة اللي هو هذاك المخسور كان ما كيظن انهم خلاهم وزاد وعطاهم بالظهر وما غاديش ينجحوا وما غاديش صافي، هو قطع لهم رزقهم مع سيد ربي. وما عرفش بالله الله سبحانه وتعالى كيجازيك يا راجل يا امرأة تكلفتي بهذوك الدراري المتخلى عنهم من الآباء سواء امرأة ولا رجل. راه كاين سمير كيف ما قال خو سميرة، وكاين سميرة كيعطيهم الرزق ربي، الرزق ديالهم كيتكفل ليهم بالرزق ديالهم، كيفيض عليهم الخير، خلاهم عريانين كيلبسوا، خلاهم جيعانين كيشبعوا، خلاهم متشردين كيتغطاو. المهم ربي كيسر في الأمور كلها لسميرة ولسمير. هاد سميرة وسمير هما المظلومين. الحاجة الوحيدة اللي كتبغي تكون عند سميرة وسمير هو السند، هو الحضن، هو الدفء العائلي، الأخوت، العائلة، الحضن. وسميرة من الناس اللي ما عندهاش هاد الدفء العائلي، ما عندهاش هاد التضامن، ما عندهاش هاد القوة، هاد التلاحم في العائلة ديالها، مع انها كانت كتظن انها وسط خوتها وسط خواتاتها وغيدافعوا عليها، وهما كي كنقولوا حنا هما الحيط الاساسي اللي غادي يتكا عليه وما يريبش ويخليها. لا، هما بالعكس داروها في حجرهم وقفوا طيحوها. النتيجة اللي خرجت ليها مزيانة هي أيوب، هو الوحيد اللي سندها وخرج وضرب في اختو، مع انه تعطل باش يخرج يضرب في اختو الناموسة، لكن ما كانش قدامه خيار. هاد التأخير اللي تأخر انه كان كيعد للعشرة، كيقول ما نقدرش غنحترم اختي وهذا، ولكن هي ما احترمتش نفسها، وشاف ان سميرة تظلمات وغادة في الظلم، لان ما كاينش اللي يصدهم، ما كاينش اللي يوقفهم ويقول لهم سكتوا، بحكم ان الوالدين ديالهم ناس بسطاء وفي حالهم، وباين عليهم انهم ما كيعرفوش يهضروا بحال جميع الاباء اللي هم في السن ديالهم، انهم ناس في حالهم ما كيعرفوش يتعيطوا، ما عاطينهاش هذا قال وهذا دار، ولدوا دوك الوليدات وترجعوا فيهم الخير، وما عرفوش ان المشاكل غادي تجيهم وغادي يوصلوا ليها، وغادي يبان الغدر بين الدراري، كانه ما تخبطوش في كرش وحده، وكانه ما رضعوش من صدر واحد. المهم نكملوا حنا على سميرة اللي الراجل خلاه الدراري وزاد وعاجبو راسو، في الاخير جا لقاهم يعني وصلوا وباقي ما وصلوش، وقال لهم راه امكم هي اللي دارت هادشي، وبدا يعاود لهم قصص، بدا كيعاود لهم حكايات وروايات، مع ان الدراري عارفين القصه كامله وما منشوراش في اليوتيوب. الوقت كان ما كاينش اليوتيوب هذيك الساعات، وما تقدرش تنشر وما غاديش تنشر، لكن الحظ اللي عند سميرة مربوحة انهم بداو الحياة ديالهم في اليوتيوب، بدا معاهم الغدر، تعسف الرجل على المرأة، ظلم الرجل على المرأة بدا في القناة، وبعد ما نجحت القناة، بعد ما تسرقات القناة وشبعات القناة، مول القناة ولا بغى ينسبها لراسو بوحدو، لأنه كيخطط هذيك الساعات كيخطط. وبدات كتلعب سميرة دور العروسة اللي في الدار غير مرغوب فيها، كتنتج وما عندهاش حق في الإنتاج، وكتضرب وما عندهاش الحق في الدفاع، وكتولد وما عندهاش الحق في العيش الكريم، وكتدور وتصور وما عندهاش الحق في الكسوة وفي الملبس، ما عندهاش الحق في الكسوة وفي الأكل وفي الشرب وفي الحياة الكريمة. المهم كاين المخسور اللي هو مخسور
ديال سميرة مربوحة. هذا دخل العالم من أحضانه الواسعة، دخل وشاف الفلوس ونسى الولاد ونسى المرأة ونسى العشرة ونسى البداية ونسى التقشف ونسى الزلط ونسى بزاف ديال الحوايج نساهم، وفكر غير راسو راه هو ولد الساعة. نسى بالله ملي خرجت سميرة جاب مرة أخرى وجلسها وقال لها جي نديرو وجي نقولو وجي نفعلو وجي نكريك، وتخاصمو على قبل الفلوس. اي وحده غادي تجي في بلاصه سميره الا وغادي عاد غادي تفهم سميره، وعاد غتدخل سوق راسها. سميره راه ورات غير شويه مع ان احنا ما متواصلينش معاها وما كتحكيش لينا، لكن المعاناه ديالها من حركاتها من طلعاتها في القناه ديالها، من التمثيليات اللي كتمثل وكتجسد بعد الحكايات، كنشوفه انها شاطرة وانها فنانة، كل شي فيها اللي خلى القناة الاولى تربح خلى القناة الثانية تربح. احنا كبشر كانسان كصوت مرأة اللي هي امنا واختنا وقبل كانت جداتنا وزوجتنا وبنتنا وخالتنا وعمتنا ومرأة من العائلة ومرأة من المجتمع اللي هي الطبيبة والمعلمة والأستاذة والدكتورة والمهندسة وكل شيء كينتسب للمرأة، خصنا نعطيوها حقها في الظلم، ما تظلمش، نعطيوها حقها في كل شيء تاخده، وما نخليوش انضمامنا لواحد السيد اللي احنا كنشوفوا الواقع بعينينا وكنضموا ليه كنقولوا ليه لا انت عندك الحق. ماشي حنايا اللي كندافعوا على سميرة، والناس اللي كتدافع على سميرة من القنوات الكبار ربي سخرهم ليها، عوضهم بهذوك الخوت اللي هي كتقول انهم خوت وصدقوا ليها ماشي خوت، صدقوا ليها بيض خاسر فيهم بيضة وحدة هي ايوب. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انه يسخر لنا خوت ما ولدتهمش لنا امنا، وسخر لنا ناس وحببنا فيهم كيف ما حببهم في سميرة. سر كبير عند سميرة اللي ربي محاوطها بالناس اللي هم كيحبوها واقفين معاها على الظلم اللي هي فيه. هو القلب ديالها، هي البساطة ديالها، هي العقل ديالها اللي كتمشي بيه وباقي مخليها واقفة على رجليها. كنتمناو من عند الله ان نضموا بس مع الحق، وعرفوا بلي هذا المشكل اللي فيه سميرة غادي يقدر يكون في بنتنا ولا في اختنا ولا في شي مرأة من العائلة عندنا. عرفوا بلي هاد سميرة راهي لا ما خدتش حقها من المخسور راه غادي يعطيه لها الله سبحانه وتعالى، راهي منصورة. كل ما كانش منصورة وخايف منها ما يجندش قنوات ويطمعهم ويقول لهم اجي تحاموا معايا عليها، لانه هو عارف القوة ديالها، وعارف القوة ديالها كيفاش دايرة. هذاك علاش بعد قوة الله سبحانه وتعالى جند ناس وقال لهم اجي نتحاماو على واحد الشخصية اللي هو كيقول بنفسه قوية ولكن كيقول لهم ضعيفة وغادي تطيح، وان شاء الله بجهد الله عمرها ما تطيح. والنبي رسول الله اليوم هضرنا شوية على المحكمة ديال سميرة والمخسور، وان شاء الله في وقت تاني نتكلموا على حاجة تانية.